ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا حالة زي ما قلت لكم بنت بلد جدعة عانت كتير وشافت كتير، وده بسبب غياب جوزها سنة وأربع شهور ما تعرفش عنه أي حاجة. شافت حاجات كتير قوي قابلتها في حياتها وصعوبات كتير، وبرغم كل الظروف وقفت وقفة راجل وجدعة، وما زال عندها أمل إنها تلاقيه أو تشوفه. وطبعا أحب أرحب بيها حبيبتي أستاذة هناء، منورانا، منوره الحلقه ومنوره الدنيا كلها. طبعا هناء زوجه هناء هويدي، زوجه محسن عبد الناصر الطنطاوي اللي هو شهرته محسن هويدي ابن بلطيم. احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل او من امتى انقطعت الاخبار. في البدايه بس انا حابه اشكر حضرتك انك لبيتي طلبنا. طيب قبل ما نبدا الكلام عشان ما نقطعوش، معانا الفنان والمطرب احمد صديق صديق البرنامج. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ احمد، ايه النور ده؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازي حضرتك؟ أنا بشكر حضرتك في البدايه كده على البرنامج الجميل ده. الله يكرمك يا رب. وبحييكم جدا، برنامج بنت البلد. متشكره برنامج جميل، ربنا يوفقكم يا رب، واشوفه كده ان شاء الله اشهر برنامج في مصر كلها. ربنا يخليك يا رب. الفنان الجميل احمد صديق صديقي الغالي والعزيز معاك، ربنا يكرمك يا رب. بمناسبه البرنامج كده انا عامل حاجه اهداء بسيط كده للبرنامج، يا رب يعجبك. ده متشكره قوي، اتفضل. الاغنيه من كلمات الشاعر ناصر قنديل والحان استاذ سمير صبري. الله. بتقول ايه؟ احنا هنا في بنت البلد دايما معاكم للابد، نحكي ونشكي همنا ونحس دايما بعضنا، بنت وولد بنت وولد، الوجع بنقسمه وبندي الدواء والطريق بنرسمه واحنا سوا، الوجع بنقسمه وبندي الدواء والطريق بنرسمه واحنا سوا، كل يوم هنعيش جديد والهدف انتم اكيد، كل يوم هنعيش جديد والهدف انتم اكيد، اهلي وناسي وطني الحبيب، وفي ظهركم بنت البلد بنت البلد. حاجة خفيفة كده كده يا رب. جميلة والله يا أحمد، متشكرة قوي ليك والله، أنت فاجئتني بصراحة، كلمات جميلة ربنا يكرمكم. وصوتك جميل. أنا بشكركم، شرفني جدا وجودي معاكم في البرنامج. والله شرف لنا والله يا فنان، بجد يا رب أشوفك أحسن فنان في الدنيا كلها. ربنا ومتشكرة ليك أول اتصالك. ربنا يخليك. متشكرة ليك قوي يا أستاذ أحمد. رجعينا بقى، عايزين أول نتكلم عن المشكلة نفسها. هو الموضوع إحنا مقيمين في بلطيم، ومحسن كان عنده محل مستحضرات تجميل، فيعني جت فتره كده في البلد الدنيا اتخبطت شويه، فقال لي تمام انا هسيب لك انت المحل وهنزل القاهره ادور على شغل، يعني باب رزق يعني تاني يبقى جنب المحل. كلام جميل. فنزل القاهره يوم 16/6 وكان على تواصل معانا على طول. 16/6 اللي فات ده؟ 16/6/2019. يعني دلوقتي سنه واربع شهور. سنه واربع شهور زي ما انت قلت. اتفضلي. وبعد كده كان على تواصل معانا وكلمني يوم 26/6 وهو واقف على الدائري، قال لي انا لقيت شغل واتفقت فيه والدنيا تمام، وهركب انا واقف على الدائري وهركب وهاجي من الدائري لعبود ومن عبود لبلطيم. يعني هو كان جاي اصلا، كان جاي في الوقت الطريق. في الوقت ده انا كنت حامل اصلا في الشهر السابع، يعني انا معايا طفلين وكنت حامل في الثالث في الشهر السابع، فكلمني وقال لي انا جاي وهركب على طول مسافه السكه وان شاء الله هكون في بلطيم. طب لقيت شغل فين؟ طب تفاصيل. قال لي طب اما اجي ان شاء الله هنتكلم. بعدها بنص ساعه برن عليه التليفون اتقفل، من ساعتها لدلوقتي ما سمعناش صوته ولا نعرف عنه
اي حاجه خالص. كان في حاجه مثلا قبل ما يسافر او لا 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 لا، ولا له اعداء مع حد، بطين باكملها بتحبه. في الفتره سنه واربع شهور كتير يعني، سنه واربع شهور احنا ما خليناش حاجه. احنا لو عملنا، عملنا بلاغ في مركز بلطيم، عملنا بلاغ في مديريه كفر الشيخ، عملنا بلاغ في القاهره، رحت النواب بلطيم كلهم انا ووالده، قابلت نواب بلطيم كلهم، بعت لهم صور المحاضر وصور شخصيه لمحسن. تمام. هنقف معاكي وهنساعدك وابن بلدنا ومش هنسيبه. وللاسف ما وصلتش لاي حاجه. جبت وساطات كتير قوي ان شوفوا لي جوزي فين، انا مش عايزه حاجه من حد، انا كل اللي بطلبه اعرف جوزي فين، جوزي على قيد الحياه ولا لا، وايه الاختفاء بالشكل الغريب ده، مش معقول حد يختفي فجاه كده. حاجه طب صعبه انتي وانتي صابره ما شاء الله سنه واربع شهور، اكيد قابلتي اكيد طبعا، وهفضل صابره وهيفضل عندي امل ان الاقي جوزي اكيد، لان ماليش غيره طبعا. وقابلتي ناس كتير واطماع واغراض كتير، وناس طبعا اللي بيساعد معظمه ما بيساعدش لله. لو قابلتي شخص كويس فبيتقابلي قصاده 10 مش كويس. طبعا هناء شافت كتير قوي وقابلت ناس كتير قوي منهم الكويس، وده بنسبه هنقول 10%، ونسبه 90% كلهم يعني الله المستعان. بعد اذنك بس يا استاذه اسماء، انا غرضي من الطلوع هنا النهارده وغرض وصولي هنا، انا عايزه اعرف جوزي على قيد الحياه ولا لا. انا عايزه اوصل لجوزي، انا مش عايزه حاجه من حد. انا بناشد من اول رئيس الجمهوريه الاصغر رتبه في البلد، انا مش عايزه حاجه غير ان الاقي جوزي ابو ولادي، لان انا وولادي مالناش غيره. انا في رقبتي 3 اطفال، من ضمنهم طفل رضيع هو ما شافوش اصلا، لما اختفى اللي كنت هي انا حامل. كانت في التقرير بيبص بيبص صورة بابا، انا شفته فعلا، ده ما شافش بابا، واول ما نطق قال بابا، واول ما بيشوف صورته بيفضل يبوس فيها. انا مش عايزه حاجه غير ان اوصل لجوزي بس. طب احنا عايزينك تحكي لنا كده، انت سر يعني ان انت ما بتفقديش الامل. مش سنه واربع شهور واحده غيرك هتقول خلاص وتعيش حياتك وتكمل حياتك. اصلا جمله جميله قوي اللي هي لحد دلوقتي فعلا، انا الاخر نفس. ايوه انا لو فاضل لي ساعه لسه في عمري هيفضل عندي امل ان الاقي جوزي، لان صعب تفصلي روحين مرتبطين ببعض للدرجه دي. بتحبيه هناء؟ طبعا. وهو جوزي حب عمري وكل حاجه ليا في الدنيا، واخويا وابن عمي وابويا وسندي. كنت قلتوا حاجه زي كده قبل ما قلتي ان انت تتمني تقولها للعالم كله ان انت بتحبيه. طبعا. طب وهو يعني هو الراجل اللي يستاهل؟ لا هي كانت بتقول عشان الناس ما تفهمش غلط، كانت بتقولها من كام سنه اللي هو انت هيك اليوم. دي حقيقه. الناس كلها تعمل. انا عايزاكي تحكي لي هو ولاده، هم ولاده واهله وانا كل حياته، هو حياته بتدور حوالينا احنا بس. هو محسن شخص محترم جدا، جدع جدا، انت شفتي الناس في بلطيم قد ايه بتحبه وقد ايه بلطيم كلها زعلانه عشانه. حقيقي انا على فكره يعني هي كانت مكلماني من حلقتين فاتوا وما رضيتش ان انا ادي الاوكي ان احنا نطلع غير لما اتاكد من الكلام، وطبعا ما فيش اي حاله بتطلع هنا غير لما بنكون متاكدين من صحه الكلام وبنحاول نتحرى عنها كويس. وطبعا محسن فعلا انا اتاكد جارنا، وانا ما كنتش اعرف على فكره انه كان مختفي، واتفاجئت طبعا لما الاستاذه هناء بتتصل بيا. يعني حضرتك يعني مشكورا والله، انت طلعتي اجدع من ناس كتير قوي، انا طلبت اتواصل معاهم وادوني وعود كتير وخلوا بيا. حضرتك ما استحملتيش مكالمه واحده، حقكم عليا والصراحه جيتي لي لحد عندي، ويا ريت يا رب يجعلنا سبب يعني رب. انا اتمنى يا رب يجعلنا سبب النهارده ان زوج هناء محسن. طب انت تحبي تقولوا له ايه يمكن يكون سمعنا او شايفنا دلوقتي؟ يعني احنا عايزين محسن يا رب يكون سمعنا او شايفنا او حد يعرفه، زي ما انتم شايفين عايزين الصوره تفضل معظم الوقت الناس تشوفها وتركز عليها. عايزين نشوف محسن فين، دي استغاثه من هناء. انا بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصغر رتبه في الدوله، انا مش طالبه حاجه، انا بس عايزه جوزي، عايزه ابو ولادي وكل حاجه في حياتنا هو. طب انا عايزه اقف عند حته انت كنت قلتيها برضو لما حد قال لك انت متاكده ان هو مش بمزاجه. ايوه طبعا متاكده، لان جوزي كان حد في حاله جدا ومحترم جدا، بار بوالديه، روحه في ولاده وفي اهل بيته، لا يمكن حد هيتنازل عن حياته بالسهوله دي علشان اي حاجه في الدنيا. انا برضو يعني انا قلتها، قلت صعب ان واحد يبقى وايه المبرر اللي يخلي واحد يضحي بولاده واهله عشان ايه؟ على الاقل هيكون معرف اهله، يعني الواحد عايز سبب. يمشي واقول لاهله. فعلا فعلا دي حقيقه، انا لو عايز اسيب الناس اللي حواليا على الاقل هعرفهم انا هبعد شويه، او انا عايز امشي او اي حاجه. طبعا انت بس دي مش شخصيته هناء. وفي تقرير انتوا شفتوه في الفاصل وهنشوفه على فكره اخر الحلقه، تقرير تاني هنشوفه. طبعا معاناه اسره كامله بتتدمر، ام واب واخوات وزوجه بثلاث اطفال، عايزين يعرفوا بس ابنهم فين، اختفى فين، هل مثلا يكون اختطف، هل يكون تعب في مكان والناس لقيته مثلا، هل جرى له حاجه
احنا عايزين بنستغيث ونتمنى، انت عايزين نوجه رساله برضو للمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، يا ريت تهتموا بالقضيه، قضيه محسن اللي خلانا نطلع بالرقاصه ترند، نطلع بقضيه مهمه بتهدد قضيه عيله باكملها بتنهار بسبب غياب شخص واحد عنها. والدته كانت يعني صدت بكامل صحتها. انا شفت وضع والدته صعب جدا، من سنه ونص دلوقتي بقت شخص ما عادش قادر يقوم من مكانه بسبب فعلا اتعرضت فقدان ابنها واربع جلطات في المخ، وبسبب ان هي مش عارفه ابنها فين. فعلا واحنا رايحين لها البيت لقيناها هي مش قادره تتكلم، يعني احنا صورنا الجزء اللي انتوا شفتوه ده، بتقول انا نفسي اشوف ابني قبل ما اموت. قبل ما اموت هي طول يعني الوقت بتقول الكلمه دي. يعني احنا عايزين استغاثه، والناس اللي بتشوفنا النهارده عايزين الحلقه بتاعتنا دي النهارده. انا عمري ما طلبتها من المشاهدين، ولا عمري تمنيت ان انا لا عايزه ابقى مشهوره ولا الكلام ده. انتوا عارفين بنت البلد بتبقى معاكم دايما في افراحكم وفي حزنكم، معاكم في كل اوقاتكم. عايزين النهارده حلقه النهارده بالذات قضيتنا تبقى قضيه محسن. عايزين نعرف محسن فين، اختفى فين، هل جرى له حاجه نبقى عارفين. والدته بتقول اعرف، يعني الميت بيبقوا عارفين هو فين وبيروحوا يزوروه، لكن ده مختفي مش عارفين هو فين. انا عايزاكي توجهي كلامك اللي انت كنت بتقوله لنا، عرفي الناس مين محسن، مين محسن هويدي، الناس اللي ما تعرفوش، اللي مخلي زوجه سنه واربع شهور ماشيه تدور عليه. محسن شخصيه محترمه جدا، شخصيه في حالها، شخصيه خلوقه وبيحب طوب كان الارض. كان بيعاملك ازاي لدرجه الحب اللي انا شايفاه ده؟ مفيش ست في الدنيا، يعني انا مش شايفه، يعني عايزه اعرف الراجل ده. هنخلي ستات مصر النهارده، هتخلي ستات مصر كلها تنزل تدور عليه. احن راجل في الدنيا واحسن راجل في الدنيا، لو غيري مش شايف كده على الاقل هو كان معايا كده، وعمره ما استحمل حاجه علينا. كان بار بوالديه، بيحترم الكبير والصغير. احنا اتخطبنا سنتين ومتجوزين بقالنا 8 سنين. هل قبل الخطوبه دي كان في حب؟ اه معلش ان انا بسال الاسئله دي. من 12 سنه صح؟ اه انتوا قعدتوا مع بعض بقى فضفضتوا؟ اه يعني بجد، انا بجد انا كلامك عنه خلاني عايزه، انا عايزه اشوفه. بصي انا عايزه الراجل ده بجد ربنا يرد لاهله. اللي يخرج الساعه 3 بالليل عشان مراته عندها صداع، ويمشي نص ساعه رايح جاي عشان يجيب لها حبايه للصداع، يبقى راجل محترم. طبعا. اللي يبقى في جيبه حاجه ويشوف حد محتاجها وهو محتاجها فيبقى غيره عليه، يبقى راجل يستاهل يتزايد عليه العمر كله. معلش هنا انا اسالك سؤال، معلش احنا سر الاختفاء بتاع جوزك، هل هو مثلا يعني معلش له في اي حاجه، في اي احزاب، في اي مشاكل؟ لا في أي لا لا، انا جوزي راجل في حاله جدا، من بيته لشغله ومن شغله لمسجده. انا اقصد ان هو ممكن ما بينتميش لاي معينه. لا 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 لا، ما بينتميش لاي حاجه نهائيا، يعني حتى لما قامت الثوره اقسم بالله ما كان بيتابع من التلفزيون زيه زي نص الشعب المصري، ما كانش له في اي حاجه. ولما الرئيس السيسي نزل انت وفوضناه، لان هو كان من الناس اللي بيحبوا السيسي ونزل فوضه. على فكره انا تحريت عن محسن وجمعت، انتوا عارفين مقدمه برنامج، عارفين مقدمه برنامج يعني ايه؟ يعني مقدمه برنامج ان هي قبل ما بتجيب حاله او بتجيب حد تتكلم عنه لازم تجمع عنه كل حاجه. انا فعلا بنفسي نزلت ورحت لهم البيت ورحت لجيرانه وسالت عليه، واتضح لي ان هو كان جار ليا من سنين، وانا ما كنتش يعني كنت اعرفه شكلا كده. فعلا انا ما كنتش اعرف يعني ان ده هو محسن هويدي غير لما شفت صورته وعرفت انه مختفي من سنه واربع شهور. بصراحه اتفاجئت، لقيت الجيران كلهم بيكلموني والناس بتكلمني وهي جاتني البيت. انا طبعا يعني لقيته انسان في حاله، انسان كويس جدا. جايه متاخر قوي كمان. ايوه البيت بعد ليله جمعه بعد ما مشينا من هنا لقيناها فعلا جاينا البيت، او كان يوم سبت على ما اعتقد. جمعه. الغريب في الاختفاء يا استاذه اسماء ان احنا لما نزلنا المنشور وعملنا بوست ونزلنا صورته على جميع جروبات مصر، مفيش واحد قال انا شفته. يعني الراجل ده يعني معقول يعني ايه؟ مش لا يمكن يكون سايبنا بمزاجه، لان على الاقل انا هقابله في سوبر ماركت، انا هقابله في مترو، انا هقابله في مواصله، في حاجه غلط. بلس ان هو لو عايز يعمل كده اكيد مش هيكلمك قبلها بربع ساعه مثلا، ومش هيقول لي انا بركب وجاي، وخصوصا ان هو كان عارف ان انا يعني اهله دخل على اولاده. اه فلا مش شخصيته خالص. انا بقول لو في رجاله كتير بتسيب فعلا مراتها وكده، بس مستحيل واحد يسيب اهله، اللي هو يسيب مامته ويسيب. يعني بقول رساله اخيره، قولي اللي انت نفسك فيه. انا بناشد اصحاب القروب الرحيمه من اول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصغر رتبه، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه بس اعرف مكان جوزي، عايزه اوصل له عشان اريح ولادي، لان هم طول الوقت نفسيتهم تعبانه،
من يوم اختفاء باباهم وقلب عليهم نفسيا طبيعي بسبب باباهم، طبيعي. لان هم كانوا متعلقين بيه عشان هو كان حنين في حقهم جدا، فكانوا مرتبطين بيه بشكل جامد. فكرة غياب الأب يعني لو هو موجود، لو هو لا قدر الله يعني متوفي توفى بتبقى هيتقبلوا الفكرة مع خلاص، الوقت. انما انت عارفة انه لما موجود هم طول او الوقت حاسة عارفين ان بابا موجود ومستنية ده وهيرجع بتبقى صعبة جدا. بتبقى هو فعلا صعبة زي ما جدا. انا قلت ان فقدان الميت ونار الحيرة كمان برغم الفراق وبرغم الوجع بيبقى اهون وارحم من فقدان انسان على قيد الحياه دي حقيقه، وما احناش وانت عارفين مش عارفه نوصله. مكانه دي حقيقه. بصراحه انا حاسه بالوجع اللي انت فيه ومقدره كل اللي انت فيه بصراحه. انت الله يكون في عونك وان شاء الله ربنا يرده لكم. والدته بصراحه انتوا لو شفتوا حال البيت يعني لو ميت من سنه واربع شهور كان الوضع بقى غير كده خالص. والده كمان والده متدمر، لا عارف انا يشوف شغله ولا عارف يدير حياته ولا عارف يعمل اي حاجه. اخواته عملوا كل اللي عليهم يعني وبزيادة، احنا عملنا كل حاجة عشان نقدر نوصل لمحسن او نوصل لطرف خيط يودينا ليه، ما عملناش اي حاجة. وصلنا ناس كتير قوي وللأسف محدش افادنا بأي شيء. ان شاء الله انا عندي طب امل. طب انتي كنتي تعرفي مثلا مكانه في القاهرة او كده؟ او تعرفي المكان محل اللي الاقامة اللي نزل عليه؟ هو اول ما نزل القاهرة كان نازل على واحد صاحبه وكان قاعد عنده، وهو وصله للدائري بنفسه بس مش وسابه قبل ما يركب. طب صاحبه ده يعني اكيد وصلت سمعنا لصاحبه بابا راح له وتواصلنا معاه وهو معانا على تليفون حاليا، وبالمناسبه هو بيتفرج على البرنامج دلوقتي وكان عايز يعمل مداخله يتفضل والله احنا معاكم. وعمل لو في مداخله من حد من اللي يعرف محسن احنا ما فيش مشكله، احنا معاكم على الهوا زي ما انتم عارفين. وطبعا احنا ممكن يكون في كميه اتصالات كتير والخطوط مش كويسه النهارده، فانا بصراحه مش عارفه يعني انا مش عارفه اقول ايه غير ان احنا ندعي ربنا يرده لك يا رب ويرد لوالدته ويرد الأمر. حلوه جدا. انا بس محتاجه مساعده من الرئيس، ويعني انا اسفه اني شايله الارقام من رئيس الجمهوريه الأزهر رتبه. إيه انا بس عايزه اوصل لجوزي، والله ما انا عايزه اي حاجه تانية ولا عايزه اي حاجه من اي حد. احنا الحمد لله حالتنا كويسه جدا، عايشين احسن عيشه، بس حياتنا مره وطعمها وحش من غير محسن، ووجوده في حياتنا هو اللي بيحليها. وجهي رساله لمحسن، انا عايزاكي تقولي له، قولي له يعني كلميه جايزه. انا لو عندي امل ان هو واحد في المية شايفني مستحيل، لا يمكن يستحمل بعدنا ساعه، ممكن يلف سبحان لا الله. لا اللي هي حكايته، اللي هي حكايته صعب مستحيل. لا هو جدا. والله انا عندي هو أمل. عارف ان هو اغلى حاجه عندنا في الدنيا وان حياتنا له هو بس. بس احنا عايشين على الامل كلنا، وانا عمري ما هفقد الامل. ما انا عمري ما هفقد الامل ومهما المده طالت، انا عمري ما هفقد الامل والله. وهفضل مستنيه. لا وزوجة باذن الله لما يرجع ويشوف حاجه زي كده. انا بصراحه شفتها يعني لسه عارفاه من اسبوعين، انا بتعامل مع شخص مره يا بسيبه وببعد عنه يا بيكمل معايا، ودي طبيعتي مع الناس كلها. طبعا انتوا بصراحه معانا مكالمه. الو ايهاب صاحب محسن. أيوة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه أنا استاذ ايهاب اتفضل. انا ايهاب صاحب محسن وشيء عمره اخوه، ويعني مش محتاج اقول لك اكتر من كده. اتفضل معاك. ايه اللي تعرفه عن محسن وايه اللي تعرفه عن اختفائه يعني؟ ممكن تبعد عن التلفزيون عشان تسمعنا؟ انا بعيد خالص وسامع حضرتك كويس. اتفضل اتفضل يا فندم. انا والله غياب محسن كان اخر حاجه كان عندي فعلا يوم التاريخ اللي هي قالت عليه زوجته. وركبته من على كوبري الدائري اللي هو هيتكل على الله وهيطلع على العبود وهيمشي. تمام. ومفيش وماشي من عندي مفيش أي حاجة وتمام مفيش أي حاجة ومفيش أي مشاكل حتى بينه وبين أي مشاكل من أهله. أيوه. والله فوجئنا لغاية وقتنا الآن. أنا عم نزل برضو صفحات كتيرة قوي على الفيس وعلى الجروبات وعلى حاجات اللي أنا أقدر أحضر عليه. أيوه. مش عارف أحضر عليه. هو بني آدم، هو مربي بنتي. هو البني ادم ده هو مربي بنته، هو مطلع عروسه دلوقتي مخلفه بنت، هو اللي مربيها بنت صاحبه، هو اللي مربيها له. اه ما شاء الله. وكلهم عارفين بكده. انا اقرب واحد لينا اخوه، دي حقيقه. مش هقول لك بقى مش هقول لك بقى اخواته اخواته، لا انا اللي اخوه. صح. انا اخوه اكتر واحد، ان اكتر واحد عشت معاه. بني ادم جدع وراجل وحنين وصاحب صاحبه. وللاسف يعني احنا مش عارفين نحتر عليه. انا عن نفسي لو هدفع دمي عشان اشوفه انا مستعد. ده حاجة نادرة والله الناس. يا أستاذ إيهاب والله أنا مش هلاقي بني آدم زي ده. حاجة نادرة بجد يعني إن احنا نلاقي صديق يعني مخلص كده لصديقه في الأيام اللي احنا فيها دي، بل بالعكس. بصراحة صعب 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 غيابه علينا جامد جامد جامد. احنا عايزين يا أستاذ إيهاب برضو احنا مش هنفقد الأمل،
وعندنا امل في ربنا كبير، وعندنا امل ان يكون سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي سمعنا، ويكون المسؤولين سمعنا دلوقتي، وان شاء الله يكون في بحث صوتنا يوصل. انا بس نفس الدرجه اللي انا في ناس برضو يعني للامن الوطني للحكومه للمراكز لاقسام القاهره كلها انا مش مخلي. احنا ما خليناش دورنا في مستشفيات الاقسام. تمام، متشكرين قوي لاتصالك يا استاذ ايهاب، وعشان وقت البرنامج طبعا. طبعا هم بيقولوا انهم يعني معنى كلام الاستاذ ايهاب انه ما سابش مكان الا ودور عليه فيه ومش موجود، يعني كل الاماكن اللي سالوا مستشفيات شرطه اقسام كله ملوش اي اثر، يعني سنه واربع شهور بصراحه يعني مش عارفه، انا مش لاقيه كلام اقوله. انا كل اللي انا بقوله الله يكون في عونك، وان انت بتحبي انسان الحب ده، واكيد يعني القلوب بتتصل. و بس اللي انا حاسه متاكده منه ان هو في محنه، هو ربنا يخفف عني. انا حاسه جامد قوي يعني، وانا اتمنى جدا والله. احنا معانا اتصال تاني تليفوني، اخوكي على ما اعتقد استاذ علي، اتفضل. الو الو، حضرتك لو في تلفزيون ابعد عن التلفزيون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي اتفضل. معاك فكري هويدي اخويا. فكري هويدي اخويا. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ فكري. الله يبارك لك يا دكتور. معلش احنا اسفين على الازعاج اللي عندك ده، لا والله ده احنا يا ريت يدينا حاجه. محسن ده انسان محترم جدا ومالوش اعداء باي حد، وعارف كويس في حاله وبيصلي وعارف ربنا. وانا ما خلفتش حتى الملفات فيها، رحت مصر، رحت القاهره، رحت اسكندريه، دي حقيقه. ما خلفتش حد لما سالت عليه الدنيا كلها. هو انسان يعني كان من بيته لشغله وصلاته، وما كانش ليه اعداء ولا في اي حد. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا يعني هو محترم، قلوبنا معاكم. محترم كده يعني، قلوبنا معاكم استاذ فكري، وبندعي ربنا ان شاء الله ان ربنا يرده لكم. وبصراحه احنا مش عارفين، احنا كل اللي نقدر نقوله ان احنا نقول استغاثه، وعايزين كلنا نساعد في كده، ان احنا اللي يشوف صوره محسن يتواصل معانا، ويا رب يعني يجعل البرنامج سبب النهارده لعوده محسن. اللهم امين يا رب. ده اللي احنا بندعيه في يوم الجمعه، وبفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بندعي ان ربنا يرد الغائب لاهله ويرحم اموات المسلمين يا رب العالمين في اليوم ده. بصراحه يعني قولي اللي عندك، لو جواكي حاجه عايزه تقوليها توصليها قولي. انا عايزاكي تطلعي اللي جواكي. انا عايزه صوتي يوصل. يعني ما تجيليش بعد البرنامج تقولي انا كنت عايزه اقول. لا انا عايزاكي تقولي. انا يعني انا مهما اتكلم مش هوفي المحسن حقه، دي اول حاجه. تاني حاجه، انا كان انا كل املي ان اوصل، اوصل وجايه هنا، وعمري ما كنت اتخيل ان هوصل للمكان ده، ولا كنت اتمنى انا اسفه ان اوصل هنا. لا والله ده انت وصلك الاول على راسنا. ربنا يخليكي محفظ، ربنا وانت جارتي وبنت بلدي واهل بلدي بلطيم محافظه كفر الشيخ. انا عايزه اقول بس ان اللي وصلني هنا جوزي، ومش عايزه حاجه غيره. ده خير عشان نشوف يعني بجد. احنا المفروض نشكر محسن. شكرا والله على انا شفت شخصيه شكرا زيك. على ذوقك. شخصيه جميله، صبوره، جدعه، بنت بلد. ربنا يحفظك بجد. يعني بنات البلد دولت نادرين قوي ان احنا نلاقي واحده جدعه كده صاينه جوزها. انا اكيد مش فاضل في عمري قد اللي راح، بس لو فاضل في عمري ساعه واحده هفضل استنى محسن. معانا مداخله بنت عمه محسن. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذه سعديه، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا عايزه اتكلم. يعني محسن والله العظيم ما بيعملش حاجه وحشه في حد، والله العظيم يعني فاتح بيوتنا وفاتح بيوت الناس كتير والله. ان شاء الله ربنا يوقف له الخير اللي بيعمله برضه باذن الله. يعني مش هيروح عند ربنا والله العظيم. عايزين بس يعني هو لو ميت كان الناس تفض شويه نعرف اللي هو مات. انا دلوقتي ولا عارفين هو ميت ولا عارفين هو حي والله العظيم فاتح بيوت ناس كتير، واحنا من ضمنهم والله. انت اخته؟ مرات اخويا. نعم. مرات اخوكي؟ ايه ايوه ايوه. انا بس عايزه اعرف مين اللي بيكلمني، معلش. لان بسال مدام سعد. معاكي مدام هناء بترد عليكي، كلميها و أيوة لا تدعي له، لا نملك الا الدعاء. احنا عايزين، احنا متشكرين قوي لاتصالكم يا جماعه، وعشان وقت البرنامج برضو شكرا لاتصالك. وطبعا احنا كلنا معاكم قلبا وقالبا، وبندعي ربنا يا رب يردوا برضو. عايزه تقولي ايه؟ عايزه اوصل لمحسن، ما عنديش طلب تاني، انا عايزه محسن بس. انا عايزه صوتي يوصل، يوصل يعني باي طريقه. انا عايزه يعني انا بالنسبه لي المرحله اللي انا وصلت لها دي
بالنسبه لي شخصيا انا كده وصلت لاخر امل او اخر مرحله ممكن اوصل لها. طبعا الناس شايفين هنا وبتمنى من ربنا ان تكون اخر مرحله انا هوصل لها واوصل لجوزي بعد كده الزوج يا رب باذن الله توصلي. وانا فرحانه باصرارك جدا، وهو لو شاف ده منك يا شكرا على ذوقك وعلى كرم مش أخلاقك. هيزعل او مش هيندم انه اختار واحده زيك عندها الاصرار ده وعندها الحب ده. لا وايه وحاجه جميله قوي انا شفتها في هناء وبشهد لها قدام الدنيا كلها والناس اللي سامعنا ان هي جدعه وصاينه جوزها جدا وبتعمل حساب لوالد زوجها هو عمي وبابايا قبل ما يكون بابا. يعني انا لقيتها مره معايا كده بابا ومش انا الكلام ده يعني بصراحه يعني نادرا لما الاقي واحده جوزها غايب وعامله حساب لوالده بالشكل ده. انا صنع والدي توفى قبل ما تزوج محسن بثلاث سنين تقريبا الله يرحمه يا رب فبابا محسن والدي ويرحم اموات المسلمين اجمعين. بابا محسن عمي وابويا وحمايا. معانا مداخلة. الو استاذ هشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب محسن. يا استاذ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ هشام اتفضل. طبعا مبدئيا انا جار محسن من اول ما هو فتح المحل بتاعه، يعني بقالنا تقريبا 8 سنين بنتعامل مع بعض. تعاملت مع محسن في ماديات، تعاملت معاه عارف هو قد ايه بيحب اهله وبيحب ولاده وبيحب والدته وبيحب اخواته. لما اتجوز طبعا انا متجوز وانا كنت موجود وقتها، عارف هو قد ايه مهتم باهله وبيبر بيه. تمام. فطبعا انا مهما كان مش مصدق ان محسن متغير الفتره دي كلها. تمام. بمزاجه اللي انا متاكد منه ان محسن اكيد اكيد مش هيبقى شايف اهله وبيته بمزاجه ابدا. ربنا يا رب. لان انا من معرفتي بيه محسن واحد بر بوالديه جدا. اذا كان هو بر بزمايله وبر باهله وبر بالناس اللي ما يعرفهمش، محسن من هو بصراحه كان جاري والله كان في حاله. عمره ما شاف حد كبير مثلا ولقيته الا ولقيته بيحاول يساعده، يعدي شارع يشيل معاه يوصله يروح له لحد ربنا يا رب يرده. ومتشكرين لاتصالك استاذ هشام عشان وقت البرنامج. شكرا استاذ هشام. واحنا برضو في الاول والاخر بنناشد المسؤولين ونتمنى ان صوت هناء يوصل النهارده الزوجه الموجوعه والام اللي بتتدمر وبتموت نفسها تشوف ابنها قبل ما يموت. ودي استغاثه النهارده من برنامجكم برنامج بنت البلد. واحنا هنشوف التقرير وبعد التقرير بقى طبعا ان شاء الله نشوفكم الجمعه القادمه باذن الله على خير باذن الله. ونتمنى ان زي ما قلت لكم كلكم تكونوا معانا في الحلقه بتاعت النهارده دي، تكون قضيتكم زي ما في قضايا كتير مش مهمه ووصلناها، تكون قضيه محسن هويدي تكون قضيه انتوا بس. معلش يا استاذه اسماء، انتوا مش هتبقوا تنقذوا شاب بس، انتوا هتنقذوا عيله باكملها. اقسم بالله حرفيا بتتدمر وبتنهار بسبب غياب محسن. عيله مش شخص ولا اتنين ولا تلاته ولا عشره، عيله باكملها بتنهار بسبب غياب شخص عنها. هو مش شخص خلاص راح هننساه، مستحيل يتنسى. ومهما طال الوقت ومهما طالت المده هيفضل عندي امل ان الصوت يوصل وان جوزي يرجع ان شاء الله. املي في ربنا كبير قبل اي حد. شكرا لكم. شكرا يا علاء. شكرا يا مدام. احنا والله اللي بنشكرك ان انا عرفت شخصيه جميله زيك. ربنا يبارك لكم. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله الجمعه القادمه وهتشوفوا التقرير. وان شاء الله نشوفكم الجمعه القادمه. معانا التقرير ونشوفكم على خير. السلام عليكم. اتصل بينا كان يوم 26، هو ماشي من يوم 16 واختفى يوم 26 وهو على الدائري. كلمنا وقال انه بيركب وجاي وبعد كده التليفون. بس انت متاكده ان هو ركب؟ لا هو ما ركبش، وقال انا لسه واقف على الدائري مستني الميكروباص. تمام. واول ما يجي الميكروباص هركب واروح عبود ومن عبود بلطي. وبعدها التليفون اتقفل وما نعرفش ايه. ها؟ عايزه تقولي ايه؟ عايز اشوف قبل ما اموت. عايز اشوف ودول سنة وزي ربنا يا رب يطمن عليك. انا وكل ساعه معانا. طب بس كده؟ ما تعيطيش وان شاء الله يرجع لك والله، وربنا يطمن قلبك عليه باذن الله. عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي ايه لبابا؟ طب قولي لبابا رساله يمكن بابا يسمع. عايزه تقولي له ايه؟ انت عارف ان انت الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي، وعيالك محتاجينك وانا كمان محتاجه لك. انا ما اقدرش اعيش من غيرك.